في الفيديو الأخير تعلمنا قليلاً حول القيمة المتوقع حدوثها للمتغير العشوائي، ورأينا أنه كان في الحقيقة مجرد المتوسط الحسابي للقيم نفس الشيء، ولكن مع المتغير العشوائي حيث القيم لا نهائية لا يمكنك تناول جميع الحدود وأخذ المتوسط لها. ما عليك فعله هو أن تقول حسنا، كل من هذه الحدود تحدث مع بعض التكرار أو مع بعض الاحتمالية، وإنها نوعا ما تأخذ فقط المجموع الاحتمالي المرجح، والذي رأيناه في الفيديو الماضي كان الشيء نفسه بالضبط كإضافة كل شيء معا مقسوما على عدد القيم، باستثناء عمل هذه الطريقة مع القيم اللانهائية في المجتمع اللانهائي. ما هو المتغير العشوائي؟ لأنك يمكن أن تبقى فقط على إجراء التجربة التي تولد المتغير العشوائي، من ثم فإننا في الواقع نحسب القيمة المتوقعة للتوزيعات ذات الحدين، تلك التي درسناها، لا سيما تلك التي كانت عن إلقاء قطعة النقد. في هذا الفيديو سوف نجد الصيغة العامة للوسط، أو في الحقيقة قيمة التوقع للتوزيع ذو الحدين. إذا قلنا أن المتغير العشوائي X، المتغير العشوائي X مساويا لعدد، يمكن أن تسميته النجاح، عدد النجاحات number of success، عدد النجاحات للاحتمال P بعد N من التجارب أو المحاولات، number of success with probability P after N trials. لذلك سأكون أكثر عمومية هنا، أقصد يمكنني القول كما تعلم عدد الوجوه الناجحة التي لديها احتمال 5 بالعشرة بعد 10 رميات، وهي نفس الشيء. سأكون أكثر عمومية قليلا هنا، وفي الواقع سأحسب القيمة المتوقعة لهذا. ماذا ستكون؟ رأينا بالفعل إذا عرفت التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي فإنك تحصل على توزيع ذي الحدين، يبدو نوعا ما مثل منحنى الجرس. سوف نقوم بدراسة أكثر عن منحنيات الجرس لاحقا، وقبل أن أعرض عليك هذا بالفعل سوف أعطيك الجواب، لأن الجواب لبعض الدرجات واضح جدا. القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي هذا هي N ضرب P، N ضرب P، أو أحياناً بعض الأشخاص سوف تكتب P ضرب N. دعوني أجعل ذلك أكثر واقعية بالنسبة لك. لذلك إذا قلت أن X، اسمحوا لي أن أعملها بلون مختلف، دعونا نرى X تساوي عدد الإصابات التي أعملها، number of baskets، number of baskets I make، حيث أنني أتحدث عن كرة السلة، عدد الإصابات التي أقوم بها بعد 10 ضربات، عدد الإصابات التي أقوم بها بعد 10 ضربات، حيث لدي احتمال أن أعمل أي ضربة واحدة ليكن 40%. ونحن نعلم أن العدد المتوقع من الإصابات التي أعملها بعد 10 ضربات، لذلك نحن نعرف أن العدد المتوقع للإصابات التي أقوم بها بعد 10 ضربات، حيث لكل ضربة لدي 40%. كل ما علي فعله هو ضرب الاحتمال ضرب عدد الإصابات التي أقوم بها، لذلك أضرب الاحتمال ضرب عدد الإصابات أو عدد الضربات التي آخذها، والتي يجب أن تساوي 4. ليس بالضرورة أن نعرض بدقة القيمة المتوقعة على أنها عدد الطلقات التي ينبغي توقع حدوثها، لأنه في بعض الأحيان التوزيعات الاحتمالية يمكن أن تكون غريبة نوعاً ما، ولكن في توزيع ذي الحدين يمكنك نوعاً ما عرضه بهذه الطريقة، أن هذا هو عدد الضربات التي ستتوقع حدوثها، أو يمكنك عرضه باعتباره النتيجة الأكثر احتمالاً. لذا إذا كان لديك نسبة الضربات 40% وأنت تأخذ 10 ضربات، فإن النتيجة الأكثر احتمالاً هو أنك سوف تعمل 4 ضربات، لازلت ربما تعمل 6 ضربات أو 3 ضربات، ولكن 4 هي النتيجة الأكثر احتمالاً. وفي ذهني الطريقة التي أفكر بها هو أن كل مرة تضرب بها
لديك احتمال أو فرصة 40% لعمل الضربة، لذلك يمكنك القول أن تجعل دائما 40% للضربة، وإذا أخذت 10 ضربات فإنك ستجعل 4 ضربات بأكملها، لذلك هذه طريقة واحدة للتفكير في الأمر، ولماذا هذا منطقي؟ الآن دعونا نثبت ذلك لأنفسنا أن هذا هو حقا ينطبق على أي متغير عشوائي الذي يصفه التوزيع الاحتمالي ذو الحدين. إذا في التوزيع ذو الحدين، ما هو احتمال أن إكس مساوية لكي؟ أنا أعلم أنه يحصل تعقيد أحيانا، ولكني فقط أقول ما هو الاحتمال في حالة كرة السلة هذه؟ ما هو احتمال أن أجعل كي يمكن أن تكون 3 ضربات أو ما شابه ذلك؟ وهذا ما نتحدث عنه. ما تعلمناه كان إذا أخذنا إن من الطلقات وسوف نختار كي منهم، وفعلنا ذلك مرات عدة في الزوجين الأخيرين من الفيديوهات، ثم ضربنا هذا ضرب باحتمال أي واحد من تلك الحوادث المعينة. لذلك إذا عملنا كي من الضربات فإنه سيكون احتمال أي ضربة واحدة، والذي هو بي للقوة كي. إذا بي للقوة كي، هذا هو احتمال أن أعمل كي من الضربات، ومن ثم بقية الطلقات التي تفوتني. إذا احتمال الفقد هو 1 ناقص بي. ثم كم عدد الطلقات؟ إذا قمت بكي من الطلقات، إذا بقية الطلقات هي التي أفقدها، إذا سوف أفقد إن ناقص كي من الطلقات في أي توزيع ذي الحدين. هذا هو احتمال أن تحصل على كي من النجاحات. حسناً، الآن نعلم أن الطريقة التي تحسب بها القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي هو أن تأخذ فقط مجموع الاحتمالات المرجحة. في الواقع لا أريد أن أسبب لك الإرباك. الآن ستحصل على القليل من التقنية التي أتمنى أن تجعل المعنى أوضح بالنسبة لكم مع سيجما أو رمز المجموع. إنها ستجعلك مرتاح بصورة أكثر مع معاملات ذات الحدين وأشياء مثل هذه، لكن دعونا نعود. القيمة المتوقعة هي مجموع ضرب كل عنصر في احتماله، وما تريد القيام به هو أن تأخذ احتمال أن X مساوية لـ K ضرب K، ومن ثم تضيفهم حتى تصل إلى كل K. إذن كيف نقوم بذلك؟ القيمة المتوقعة لـ X أي القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي لدينا الذي تم وصفه بأنه توزيع ذو الحدين سيكون مساويا للمجموع سيجما، ومن ثم سوف نجمع كل قيم كي، لذا كي يمكن أن تبدأ من صفر. وفي رواية كرة السلة أنا لم أعمل أي ضربة كل الطريق وصولا إلى إن، هذا يعني أني عملت إن من الضربات، ولكل واحدة منهم عليك أن تضرب بكي. بالتالي فإن النتيجة لأنني قمت بكي من الضربات، إذا ضرب احتمال كي الضربات التي عملتها. حسنا، ما هو احتمال أن أعمل كي من الضربات؟ إنه سيكون كي ضرب إن فوق كي ضرب بي للقوة كي ضرب 1 ناقص بي للقوة إن ناقص كي. والآن سنقوم فقط ببعض الجبر، بعض جبر سيجما أعتقد يمكنك تسميتها هكذا. وبالتالي فإن أول تبسيط يمكننا فعله هو أن نجمع من كي تساوي صفر إلى إن، وبالتالي فإن الحد الأول هنا سيكون لديه كي تساوي صفر، هذا سيكون صفر في الحد الأول، ولذلك فإن هذا الحد الأول هو صفر، ثم كل هذا الشيء سيكون صفر، وبالتالي فإن حد كي يساوي صفر لن يساهم في المجموع لأن هذا الشيء كله سيكون صفر. اسمحوا لي أن أكتبه لأنني أعتقد أنه هذا المجموع يجب كتابته هكذا: صفر ضرب إن فوق صفر ضرب بي للقوة صفر ضرب 1 ناقص بي للقوة إن ناقص صفر.
زائد واحد ضرب n فوق واحد ضرب p للقوة واحد ضرب واحد ناقص p للقوة n ناقص واحد، ثم نواصل الجمع على طول الطريق حتى تحصل على k تساوي n. إنها ستكون n ضرب n فوق n ضرب p للقوة n ضرب واحد ناقص p للقوة n ناقص n. هذه مجرد طريقة أخرى لكتابة هذا المجموع هنا، وما أريد قوله فقط هو أن الحد الأول والذي هو هذا الحد سيكون مساويا للصفر، لأن كي تساوي الصفر حيث الصفر ضرب أي شيء هو صفر. إذن يمكننا تجاهل هذا الحد ويمكننا إعادة كتابة هذا المجموع حيث هذا المجموع تماما. هنا بالأساس هذا هو المجموع، وعليه إذا فعلنا ذلك فإننا أساسا نعيد كتابة المجموع، وبالتالي فإن القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي لدينا مساوية للمجموع. ولا ننتقل من كي تساوي الصفر، بل يمكننا أن نبدأ من كي تساوي واحد الآن، من كي تساوي واحد إلى إن. إذن نفس الشيء، كي ضرب إن فوق كي ضرب بي للقوة كي ضرب واحد ناقص p للقوة n ناقص k. دعونا نرى ما الذي يمكننا فعله هنا. كل ما فعلناه حتى الآن هو أننا تخلصنا من هذا الحد الأول، لأن هذا هو نوع من الحيلة سنستخدمها لتبسيط هذا في نهاية المطاف إلى النتيجة التي نريدها أن تكون. لذلك دعونا نكتب نتيجة معامل للحدين ونرى إذا كنا نستطيع القيام بشيء ما هناك. يبدو أن خللا ما قد حدث، اسمحوا لي أن أتخلص من ذلك. حسنا، فقط سأكتب نتيجة معامل للحدين، المجموع من كي تساوي واحد إلى إن لكي ضرب، هذا تماما هنا يساوي مضروب إن تقسيم مضروب كي ضرب مضروب n ناقص k ضرب p للقوة k ضرب واحد ناقص p للقوة n ناقص k. وهنا يمكننا أن نعمل القليل من التبسيط، لأنه ماذا عن k مقسومة على مضروب k. حسناً، ربما يمكنني إعادة كتابته بطريقة مختلفة. مضروب k هو k ضرب k ناقص واحد ضرب k ناقص اثنين، وهكذا كل الطريق حتى نصل إلى واحد. هذا هو مضروب k. إذن مضروب k يمكن كتابته على هذه الصورة، k ضرب مضروب k ناقص واحد. حسناً، إذن k ضرب جميع الأرقام التي تأتي تحته. دعوني أعيد كتابتها بحيث يمكن إعادة كتابته على هذا النحو، k ضرب مضروب k ناقص واحد. وسبب فعلي لذلك كله هو لكي أستطيع أن ألغي هذه ال k مع هذه ال k، لذا إذا قمت بإلغاء ذلك، وأعتقد أن هذه أوامر لأعيد كتابة كل شيء ثانية. حتى الآن أعتقد يمكنك أن تقول أنه مبسط، إنه يساوي المجموع من k تساوي واحد إلى n لمضروب n مضروب n تقسيم مضروب k ناقص واحد ضرب مضروب n ناقص k ضرب p للقوة k ضرب واحد ناقص p للقوة n ناقص k. ودعونا نعمل تبسيط آخر. الآن ما أريد القيام به نوعا ما هو أن نعرف من أين نتجه، أليس كذلك؟ هذا يجب أن يبسط إلى n ضرب p. لذلك دعونا نرى إذا كان بإمكاننا إخراج عامل من n ضرب p، نرى إذا كان بإمكاننا أن نحول كل شيء آخر إلى واحد، وهذا ما يجب القيام به. لذا يمكننا إعادة كتابة مضروب n بنفس الحيلة المستخدمة هنا، مضروب n يمكن إعادة كتابتها هكذا، n ضرب مضروب n ناقص واحد، وبنفس المنطق، ثم p للقوة k يمكننا أن نكتبها على صورة p ضرب p للقوة k ناقص واحد،
بعد ذلك يمكننا إخراج عامل من إن هذه والبي، وسيصبح مساويا ل إن بي ضرب المجموع من كي تساوي واحد إلى إن. دعونا نرى، حيث أخرجنا إن وبي عامل مضروب إن ناقص واحد تقسيم مضروب كي ناقص واحد ضرب مضروب إن ناقص كي ضرب بي للقوة كي ناقص واحد. هذا ليس في المقام، هذا مجرد تنظيم. ضرب واحد ناقص بي للقوة إن ناقص كي. لقد اقتربنا، تذكر نريد نتيجة القيمة المتوقعة للمتغير لدينا، وهذا ما فعلناه من قبل. هذا ينبغي أن يكون مساويا لهذا تماما، وسيكون علينا القيام به إذا تمكنا أن نظهر فقط أن الشيء كله هنا يساوي واحد. وللقيام بذلك سوف أجري تبديل مبسط. دعوني أعمل التبديل. دعونا نقول أن A تساوي K ناقص واحد و B تساوي N ناقص واحد. N ناقص واحد، ومن ثم ماذا تساوي N ناقص K؟ لنرى، إذا قلنا أن A تساوي K ناقص واحد، إذا A زائد واحد تساوي K، كذلك هنا B زائد واحد تساوي N، إذا N ناقص K. N ناقص K سيكون مساويا لهذا، A زائد واحد ناقص هذا ناقص B ناقص واحد. هذه سوف تلغى، وبالتالي ستساوي A ناقص B. لنرى إذا أمكننا تبسيط هذه، لذلك هذا المجموع كله سوف يتحول إلى NB ضرب المجموع حسنا من كي تساوي واحد. هذا نفس الشيء، عندما كي تساوي واحد ماذا تساوي A؟ A تساوي صفر. من A تساوي صفر إلى الآن، عندما كي تساوي N، عندما كي تساوي N، إذن عندما كي تساوي N عندها ماذا تساوي A؟ إذا كان هذا يساوي N، أي إذا كانت كي تساوي N، إذن A تساوي N ناقص واحد. حسناً، إذا لدينا من A تساوي صفر إلى A تساوي N ناقص واحد، لكن N ناقص واحد هي نفس الشيء مثل B، إذا يمكننا إعادة كتابة المجموع هناك. هذا دائماً مربك قليلاً، قد تحتاج إلى وقفة للتفكير في الأمر قليلاً، ومن ثم كان لدينا B تساوي N ناقص واحد، لذلك هذا سيكون مضروب B تقسيم K ناقص واحد. عملناها من هذا التعريف مساوية لـ A، إذن هذا مضروب A. هنا تماماً يوجد N ناقص K. حسناً، ماذا عن N ناقص K؟ حسناً، N ناقص K يجب أن تكون، آسفة لقد ارتكبت خطأ هنا، لقد عكست هذا، حيث أن N ناقص K يجب أن تساوي B ناقص A، إذن N ناقص K، أليس كذلك؟ إذن N هي B زائد واحد، إذن B زائد واحد ناقص A زائد واحد ناقص A ناقص واحد. إذن الواحد تلغى مع بعضها وستحصل على B ناقص A، إذن N ناقص K سوف تصبح مضروب B ناقص A، ومن ثم P للقوة K ناقص واحد. نعوض، K ناقص واحد هي P للقوة A، ومن ثم ضرب واحد ناقص P للقوة N ناقص K. لقد أظهرنا بالفعل أن N ناقص K هو نفس الشيء مثل B ناقص A. ثم هنا نحن إلى حد كبير قمنا به الآن، وهذا تماما هنا. ما هو هذا؟ هذا هو احتمال. حسناً، دعوني أعيد كتابته، إنها طريقة بسيطة. هذا يساوي NP ضرب المجموع من A تساوي صفر إلى B. ما هو هذا؟ إنه B
فوق A، أي لدي B من الأشياء وأريد اختيار A من الأشياء منهم. كم عدد الطرق المختلفة التي تمكنني من الاختيار؟ ثم ضرب P للقوة A ضرب 1 ناقص P للقوة B ناقص A. ما هو هذا الشيء هنا؟ هذا هو قانون أي حد في التوزيع ذي الحدين. لذلك تقول: ما هو الاحتمال عندما A تساوي صفر؟ هذا هو الاحتمال لكل من A، أليس كذلك؟ ومن ثم تجمع معا كل ال A التي يمكنك تحقيقها. لذلك لو رسمت توزيع سريع شبيه لهذا بهذا الشكل، إذا كانت A تساوي الصفر لديك احتمال معين، ومن ثم يوجد احتمال معين عندما A تساوي واحد، ثم احتمال آخر إنه يأخذ بالعلو والارتفاع حيث أنها مثل منحنى جرس، شيء شبيه لهذا. هذا الحد تماما هنا هو أي واحدة من هؤلاء؟ كل واحد من هذه الصناديق يمكنك القول أنها تمثل أحد هذه الحدود. عندما A تساوي صفر هذا هو الحد، عندما A تساوي واحد هذا هو الحد، عندما A تساوي اثنين هذا هو الحد، كل الطريق حتى الحد B. لكننا لخصنا هذا حيث نجمع كل الاحتمالات. حسناً، نحن نجمع كل قيم المتغير العشوائي لدينا الذي نتعامل معه. لذلك إذا وجدنا كل الاحتمالات لهذا المتغير العشوائي الذي نتعامل معه، أو جمعنا كل القيم الناتجة، فإن هذا المجموع سيكون مساويا لواحد، أليس كذلك؟ هذا نفس الشيء مثل قولنا احتمال الوجه زائد احتمال الخلف، أو يمكنك أن تقول في إلقاء قطعة النقد بصورة مماثلة، هذا هو احتمال أن لدي وجه واحد زائد احتمال وجهين اثنين زائد احتمال ثلاث وجوه زائد احتمال أربع وجوه إلى احتمال بي وجوه. إنها إلى حد كبير كل حالة من الحالات التي يمكن أن تحدث. لذلك هذا هو المجموع خلال التوزيع الاحتمالي بأكمله، وهذا يجب أن يكون مساويا لواحد. وبهذا سنبقى مع القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي x لدينا، والذي يساوي n ضرب p، حيث n هو عدد التجارب أو المحاولات، و p هو احتمال النجاح في كل محاولة. وهذا صحيح لتوزيعات ذات الحدين فقط، وليس صحيح لأي متغير عشوائي x. إذن صحيح فقط للمتغير العشوائي x الذي توزيعه الاحتمالي هو توزيع ذي الحدين. على أي حال، نفذ كل الوقت. سوف أراكم في الفيديو التالي.